الآن بأن منى الكرد تم إطلاق سراحها، والآن الجنود يبدو أيضا يريدون تفريق المتظاهرين بكل القوة الآن من هذا الشارع، شارع يعني الآن يتم الاعتداء على منى معتقلة. الآن يتم نقل الآن منى الكرد بسيارة عسكرية، الآن يتم سيارة عسكرية يتم إبعادها من هذه المنطقة، لربما تحويلها إلى المحكمة الإسرائيلية، ويتم أيضا الضرب والاعتداء على الأهالي وأهالي مدينة القدس، على الصحفيين وعلى كل المواطنين هنا في هذا المكان. على الهواء مباشرة نستطيع أن نتابع هذه المجريات الصعبة. يعني تم وضع منى في ومحمد على الأغلب في سيارة عسكرية خلال المؤتمر الصحفي، ومن بعد ذلك بينما كانت تحاول هذه السيارة العسكرية مغادرة المكان انهالوا على الأهالي بالقنابل الارتجاجية، وذلك في إطار قطع هذه يعني كانت فرحة برؤية منى، ولكن يبدو بأنها يتم اعتقالها وتحويلها الآن إلى المحكمة الإسرائيلية بعد أن تم إخلاء يبدو بأن هنالك إصابات الآن عند أحد الصحفيات في هذه المنطقة. واضح بأن الصحفيين أيضا يبدو صحفية التي أصيبت الآن، يعني حالة من الارتباك هنا حقيقة، والآن يقومون بالاعتداء والضرب وإخلاء الشارع بالكامل، إخلاء الشارع الآن بالكامل من قبل الشرطة الإسرائيلية التي عمليا تقوم الآن بضرب الجميع يعني بكل الاتجاهات. الشرطة الإسرائيلية التي عمليا تستخدم القوة المفرطة كما جرى العادة هنا في مدينة القدس، وذلك بتفريق المظاهرين في هذا الشارع وإبعاد الجميع عن مركز الشرطة الإسرائيلية الذي كان قد امتلأ بالعشرات من المتظاهرين الفلسطينيين الذين جاءوا هنا، وأيضا من أهالي الحي الذين جاءوا يتظاهرون بشكل سلمي، وذلك لإيصال رسالة المعتقلين سواء منى أو محمد أو غيرهم من الأولئك الذين تم اعتقالهم، ولكن أيضا للمطالبة بالإفراج عنهم. والآن يبدو بأن نقلهم إلى مركز التحقيق وإلى مركز المسكوبية، وربما تحويلهم إلى المحكمة وتحويلهم أيضا إلى المحكمة الإسرائيلية أيضا يأتي في إطار إبعاد الجميع من هنا في هذه من هذا المكان، والمزيد من القنابل والمزيد من رمي القنابل الارتجاجية اتجاه الشبان واتجاه الجميع الأهالي. حالة من الحقد الأعمى التي نراها في عيون أولئك الجنود التي أراها الآن، يعني حتى ينظرون بكل حقد على الأهالي. لم يتم اختراق القانون، لم يتم عمل أي شيء غير قانوني، لم يتم رمي حجارة، لم يتم رمي أي شيء، هم فقط لا يريدون لأحد أن يقف هنا في هذه المنطقة، وذلك في اتجاه أن يتم المنع. والآن يقومون بالاعتداء حتى على كل الواقفين في هذه المنطقة.